بسم الله، ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام والكمال يا رحمن يا هادي. الآية التالية: يوم تجد، يوم الحساب، يوم الدين، يزمك تمر بالحساب الرباني العادل والسريع، زاد سريع حساب، قالك شفت ركونينك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، هذا العمل أما خير ولا سيء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، افهموا روحكم وراجعوا روحكم وراقبوا روحكم في كل أحوالكم، إشارة، إعاز، قولة أو حتى اقتل هو. وهذا ديدا كلاب الكرب من بني أمية ومن قبلهم ومن بعدهم وبني العباس، عندهم أك كلمة السر بينهم بين الرسم الخامش، واتبعوا الظالين الظالمين المعتدين الذين كانوا يسفكون دماء الأحرار في كل الأزمان وفي كل مكان. ربنا فضحتهم ولن يقدر أحد منهم أن يسر ما أسر، بل لا بد من يوم تفضحهم جميعا. والآن نحن في هذا العصر المقيت نعلم كثير عن بني أمية وما فعلوه في آل البيت عليهم السلام، وبنو العباس كذلك زادوا في الطين معنا عجينة وسوء تدبير وسوء أقوال وسوء فعال. أعنا لا ننسى هذا التاريخ، ونحن شهداء على أعدائنا أجمعين بحق شهداء، ومن يكتم الشهادة فآثم قلبه. والكلاب علماء التاريخ بين ظفرين أغلبهم كلاب منايز يرفعوا شأن أسيادهم أعداء الله ويتركون ذكر كل ما هو له صلة برضا الرحمن، صلة بالأمة هذه لمقورة ومشتتة والتي ضرب على يديها من يوم الفتنة الكبرى إلى الآن إلا القليل من الأزمان نكون فاعلين على الركح السياسي العالمي. وجاء يوم إن شاء الله تعالى بعد ما ملأوا الأرض ظلما وعدوانا، من رب مش كبلهم ساعدهم بأي طريقة كانت على أيدينا كذلك، ويخربون بيوتهم بأيديهم، خطر تدبيرهم ليس تدبير فيه صلاح لحالهم بل تدبير في كيد من الرحمن، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسلام على أمة محمد عليه الصلاة والسلام.